النواويش وكربلاء كأني بزينب يا نساء سمعت هذه الكلمة من أخيها الحسين لطمت على رأسها وصاحت والله يعدى عظم الله أجوركم وحول الحسين حجه إلى كربلاء. عندك استعداد تقرأ وياي؟ ليلة الجمعة ها قريبين من البيت ودعاكم مستجاب حل من إحرامه وحول حجه إلى كربلاء. قل أكون في كربلاء حج بعد؟ أقول نعم مثل ما طاف الحسين مثل ما أكو طوافيني حتى في كربلاء في طواف. كلما سقط شهيد صار الحسين يطوف حوله وإذا الحجاج عندهم سعي بين الصفا والمروة. سعي الحسين منذ أن يسقط شهيد ينادي أدركني حسين يجي لا مسرع وإذا بزينب تنادي من الخيبة أدركني حسين. وإذا هذا ديدن الحسين سعي من المخيم إلى الميدان. وأما أضاحي الحسين فقد ضحى برضيعه وضحى بإخوانه وحجي ماهو في الحج حجي يوم عاشور. قلت لما ما قلت أريد أقولها أريد اللب ويا الحسين كنا باللب الليل نريد اللب ويا الحسين. فما هي تلبية الحسين؟ لبيك اللهم بلحمي المنحور لبيك اللهم بصدري المكسور لبيك اللهم بحق خيامي لبيك اللهم بسلب نسائي لبيك اللهم يوم عاشور. باسم الكعبة والحجارة نحن نحن النبي إسماعيل ذبح ابنه المبروك نشري ونشري في خوف القرية عندي ضحايا بكربلاء شفاك كلهم إن أردت أرجف والسماء تبكي لجنون هليت عاينهم ضحايا الغابرية. وما ما أدري أقول الكلمة تتحملون لا لا تتحملونها تأذنون ملابس جديدة حتى من حلم إحرامه يلبس أفضل الملابس. أسألكم إمامكم وش لبس؟ لبس ثوب ممزق الله على إمامكم ثوب ممزق لكن إنت أعظم من هذا الثوب على جسد الحسين. جاوبني يا سيد الحاج ينزع للحرام وانا اتعرى ويلقلب جسمي دمع يوم اللي النط من فيق من منين يروح ماسك صيد الخلاطي واللي ماسك ملاطي لكن من اللي ماسك صيد من اللي ماسك
عليها تطير. خاف عليك انت ما ضاع لسانك وزيك تشوية على ما تطير. والله مفيض الحال شال الحرم للشام. وما الدعاء والتلبية ضجت هليلا. ولهذا لما رجعت زينب إلى المدينة بخبر شهادة الحسين كانت أم البنين تجلس في البقيع وتصنع لها فطور خمسة. يسألون أم البنين من أولاد الشربعان القبر الخامس.